إذا السلام عليكم في درس جديد وفيديو آخر من فيديوهات كيزاكو.com. معكم يوسف غالم، واليوم نشوفوا درس الزوايا المحيطية والزوايا المركزية في دائرة. الدرس هو درس ديال السنة الثالثة إعدادي في مادة الرياضيات. الدرس ديالنا كيتمحور حول المحاور التالية. أولا نشوفوا المعنى ديال ما هي زاوية محيطية، بعد ذلك نشوفوا خاصيات ديال الزوايا المحيطية فيما بينها، نشوفوا كذلك المعنى ديال زاوية مركزية، ونشوفوا المقارنة ديال زاوية مركزية مع زاوية محيطية تحصروا نفس القوس. أخيرا بعض التطبيقات من أجل تكريس المكتسبات ديالنا. إذا أولا الزاوية المحيطية، كل زاوية ينتمي رأسها إلى دائرة وتحصر قوسا في هذه الدائرة تسمى زاوية محيطية. نريكم واحد الشكل باش نرسخوا هاد التعريف. عندي دائرة مركز ديالها او، وأوسط نقطتان من الدائرة، كذلك عندي واحد ام نقطة كتنتمي للدائرة. اش كتلاحظوا معايا؟ كنلاحظوا بأن الزاوية ام سي، هاد الزاوية هادي كتحصر لي واحد القوس اللي هو القوس اسي. القوس اسي كنرمزو ليه بحال هكذا اسي. هاد النقطة ام بما انها كتواجد في الدائرة، هاد النقطة ام هادي، هاد الزاوية ام سي تسمى زاوية محيطية بحال لي مذكور في التعريف. داكوغ؟ إذا كيف ما قلنا ام سي زاوية محيطية تحصر القوس اسي. شوفوا مثال آخر ديال زاوية محيطية. لاحظوا معايا الشكل الثاني. عندي النقطة تي بما أنها كتنتمي للدائرة، إذا الزاوية RTS هي زاوية محيطية كتحصل لي القوس RS. القوس RS، متفقين؟ ننظر الآن إلى بعض الأمثلة باش نشوفكم واش فهمتوا المعنى ديال زاوية محيطية. واش هاد الزاوية هادي زاوية محيطية أو لا؟ في الشكل الأول كتبين لي بأن النقطة تي entre parenthèses bien sûr أنا كندوي الآن على الزاوية RTS، واش هي زاوية محيطية أو لا؟ إذا في الشكل الأول كيف ما كتبين لينا النقطة تي لا تنتمي إلى الدائرة. إذن RTS ليست زاوية محيطية. شوفوا المثال الثاني. هذه المرة كنتحدث على الزاوية AOB. واش AOB محيطية أو لا؟ كيتبين لينا بأن النقطة O، كيتبين لي بان النقطة او ما كتنتميش الى الدائرة. علاش؟ لانه هو مركز ديال الدائرة، كينتميش للمحيط. اذا الجواب هو الزاوية او بي ليست محيطية، دونك عندي لا. مثال اخر، الزاوية اس بي، واش هي زاوية محيطية او لا؟ طبيعة الحال بما ان اس كينتمي الى محيط الدائرة فان الزاوية اس بي زاوية محيطية. نكتب هنا نعم. واخيرا الزاويه ABC واش محيطيه او لا؟ خليكم تفكروا فيها. طبيعه الحال لا، لان B ما كتنتميش للمحيط ديال الدائره ديالي. الان نشوفوا خاصيات ديال الزوايا المحيطيه. كنشوفوا الشكل ديالنا، عندي فيه زاويه AMC كنشير ليها هنايا في السبوره. في دائره زاويتان محيطيتان تحصران نفس القوس هما متقايستان. يعني شنو؟ اذا كانت عندي في دائره واحد جزء ديال الزوايا محيطيه تحصروا نفس القوس، بحال دابا نشدو هذا ليكزومبل القوس اسي، فهما تيكونوا متساويين. اكزومبل عندي الزاويه هنا ان سي كتحصل لي حتى هي القوس اسي. ABC حتى هي كتحصل لي القوس AC.
اذا شنو نقدر نقول؟ اذا طبقنا هذه الخاصيه هذه نقدر نقول بان الزاويه AMC كتساوي الزاويه ANC كتساوي الزاويه APC. علاش؟ لانهم كاملين زوايا محيطيه حيت الرؤوس تاعهم كتنتمي للمحيط ديال الدائره، وفي نفس الوقت تيحصروا ليا كاملين بهم نفس القوس اللي هو القوس AC اللي هنأطر عليه مره اخرى. متفقين؟ وعقلوا ليا مزيان على هذه الخاصيه حيت خاصيه مهمه بزاف ودائما هنستعملوها في التمارين ديال هذا الدرس. الان نمر الى النوع الثاني ديال الزوايا اللي هنشوفوها في هذا الدرس، وهي الزوايا المركزيه. في دائره كل زاويه راسها هو مركز الدائره تسمى زاويه مركزيه. نشوفوا مثال. كناخذوا دائره كنرسموا المركز ديالها وكنرسموا نقطتين من المحيط ديالها. اذا الزاويه AOC الراس ديالها هو النقطه O. واش كتلاحظوا معايا؟ بما ان الراس ديالها هو النقطه O بحال اللي كنشوفوا في التعريف، فان الزاويه AOC زاويه مركزيه. الى خدينا مره اخرى نقطه D كتنتمي للمحيط ديال الدائره، كنلاحظوا بان الزوايا AOC و ADC تيحصلوا نفس القوس اللي هو القوس AC. اذا شنقولوا في هذه الحاله؟ تنقولوا AOC هي زاويه المركزيه المرتبطه بالزاويه ADC. ADC هي زاويه محيطيه كتحصر نفس القوس بحال الزاويه المركزيه AOC اللي هو القوس AC. الان نشوفوا مقارنه ما بين زاويه مركزيه وزاويه محيطيه تيحصروا نفس القوس. بحال اللي شفنا في المثال السابق، لاحظنا بان الزاويه ADC والزاويه AOC تيحصروا نفس القوس. الزاويه AOC شنو هي الطبيعه تاعها؟ زاويه كديرة مركزيه، بينما الزاويه ADC هي زاويه محيطيه. عندي واحد الخاصيه في هذا الدرس هذا تقول لي بان الا كانت عندي زاويه مركزيه فان زاويه محيطيه تحصر نفس القوس، اذا الزاويه المركزيه كتساوي جوج ديال المرات الزاويه المحيطيه اللي كتكون مرتبطه بها. تعقلوا لي مزيان على هذه الخاصيه هذه. في دائره قياس زاويه مركزيه يساوي ضعف قياس الزاويه المحيطيه المرتبطه لها. دابا بعد ما ان راينا مختلف الخاصيات ديال الدرس، عندنا تطبيق اول باش نحاولوا نمارسوا فيه المفاهيم اللي تطرقنا لها. كنشوفوا في هذا المثال عندي دائره المركز ديالها هو او، المركز ديالها ا سي دي و او. ا سي دي و او هي نقط من دائره ال. سؤال ديالي الاول احسب قياس الزاويه ا او سي. اذا الزاويه ا او سي اش كنلاحظ؟ كنلاحظ بانها زاويه مركزيه وكتحصل ليا القوس AC. نكتب هادشي كامل. دونك عندي هنايا الزاوية AOC زاوية مركزية تحصر القوس AC. وفي نفس الوقت عندي واحد المعلومة أخرى اللي هي الزاوية ألفا كتساوي 35 درجة. هاد ألفا هادي أشنا هي؟ هي الزاوية الفا. نكتب هنا الفا شنو هي؟ اين زاويه الفا؟ الفا هي الزاويه ا او سي. ا او سي واش كنلاحظوا على ا او سي؟ ا او سي هي زاويه محيطيه. هذه الزاويه هذه هي زاويه محيطيه حتى الراس ديالها كينتمي للمحيط ديال الدائره، وفي نفس الوقت كتحصل ليا القوس ا سي. نكتب هادشي حتى هو. اذا ا او سي هي زاويه محيطيه تحصر حتى هي القوس AC. اذا شنو شفنا في الخاصيه ديال اللي كتربط ليا زاويه مركزيه وزاويه محيطيه مرتبطه بها؟ شفنا بان AOC اللي هي الزاويه المركزيه كتساوي جوج ديال المرات الزاويه المحيطيه المرتبطه لها. اذا AOC دونك نكتب هنايا. اذا AOC كتساوي ضعف AEC.
او اس شحال كتساوي 35، اذا ا او سي كتساوي 70 درجه، وتنكون بذلك جاوبت على السؤال الاول ديالي. وغنكتب ا او سي كتساوي 70 درجه، هذا هو الجواب للسؤال الاول. دابا عندي السؤال الثاني كيطلب مني نحسب الزاويه بيتا. فين هي بيتا؟ وي بيتا هي هذه. دونك شنو هي بيتا؟ بيتا هي ا دي سي. داكوغ، اش كنلاحظوا عاوتاني مره اخرى؟ الزاويه ا دي سي اللي كتكون مكونه بمستقيمان ا دي و دي سي كتحصل لي حتى هي القوس ا سي. دونك الزاويه ا دي سي زاويه محيطيه، علاش؟ حيت الدي كتنتمي للمحيط ديال الدائره وكتحصل لي القوس ا سي. باش فكرتنا ا دي سي فكرتنا طبيعه الحال بالزاويه ا او سي اللي حتى هي محيطيه. ها هي، علاش؟ حيت او كتنتمي للمساحه المحيط الدائره، وفي نفس الوقت كتحصل لي القوس ا سي، اذا كيكونوا متساويين. دونك دابا نكتب البرهان ديالي. بما ان الزاويه ا دي سي هي محيطيه، دونك نكتب محيطيه تحصر القوس ا سي، وبما ان الزاويه ا سي حتى هي كذلك محيطيه تحصر القوس ا سي، اذا ا دي سي كتساوي ا او سي. وشني ا دي سي؟ هي بيتا. وشني ا او سي؟ هي عفوا ا او سي هي 35 درجه اللي هي الفا. وبذلك تنكون جاوبت على السؤال الثاني ديالي. اذا فوالا، كنتمنى ان هذا الفيديو نال الاعجاب تاعكم. في امل اللقاء بكم قادما في فرصه اخرى مع فيديوهات كيزاكو.com. شكرا.